69 عاما وجبل الجرف يقف شاهدا على معركة مفصلية أراد المستعمر من خلالها القضاء على القادة الذين شاركوا بها لوأد الثورة في بدايتها، فكانت هزيمته بهذه الشعاب فادحة لم يتخيلها عتاة جنرالاتهم. كانت معركة كبرى تعطيت علي بشير رحمه الله وقيادات كثيرة. كانت المعركة اللي دامت أيام وليالي في هذه الأماكن، يعني رجال في هذه الكهوف بدون مونة بدون كرتوش بدون دواء بدون ما، يعني معجزة، تعتبر معجزة يعني بكل صراحة. وأخيرا صيحة الله أكبر، صيحة الله أكبر تخلي المجاهدين يخرجوا منتصرين. رجال إيمانهم بالله وإيمانهم بالوطن وتحرير هذا الوطن هو الذي كان سلاحهم في ذلك، وقد نجحوا فيه. وليس بكثير أن نظل نذكرهم مدى الأيام، وليس فقط في 22 من سبتمبر. إحياء الذكرى بمكان وقوعها بسطح جنتيس بولاية تبسة استحضار لتضحيات ثلة آمنت باستقلال الوطن، والمشعل اليوم بيد أبناء الاستقلال وقاد مصان. كجيل استقلال لا بد لنا أن نقدم ونحتفي ونحتفل بذكرانا ونعتز ونفتخر بتاريخنا. هي إذن 5 أيام من عمر معركة بطولية بقي صداها يتردد تتناقله أجيال الجزائر جيلا عن جيل.